الأعزاء طلاب الفرقة الرابعة، أهلا وسهلا بكم. هذه هي المحاضرة الرابعة، الدرس الرابع في منهجنا في الميتافيزيقا. سنستمر رحلتنا في هذا المبحث الهام، والذي ربما كما قلنا يتطابق مع معنى الفلسفة نفسه. فأن تكون ميتافيزيقيا أنت بالفعل تتفلسف. اليوم سنعرض إلى الميتافيزيقا، نستكمل رحلتنا بعد عرضها في وتأسيسها في اليونان القديم والعصر الكلاسيكي والعصر الهيلينيستي للفلسفة اليونانية. رأينا كيف كان المنشأ وتأسيس هذا المبحث الهام الميتافيزيقا عند اليونان القديم. اليوم سننتقل إلى الميتافيزيقا في العصور الوسطى، وهنا تروا خريطة للفلسفة للميتافيزيقا في نفس الوقت الغربية، وترى أين نحن الآن في العصر الوسيط المدرسية والعصر الوسيط للميتافيزيقا وللفلسفة. سنعرض اليوم أيضا إلى الميتافيزيقا عند المسلمين، ابن سينا، ابن رشد نموذجا، ومن جهة أخرى الميتافيزيقا المسيحية والتي تبدأ ربما بالقديس أغسطين كأول المدرسيين ومن اشتغل بذلك. بعد ذلك سنمر على توماس الإكويني وهكذا. أوكي، هذه خريطة لك ربما يعني تستطيع أن ترى فيها مراحل الفلسفة والميتافيزيقا في نفس والبحوث الميتافيزيقية في نفس الوقت إذا كان تطابق في المعنى كما قلنا. فترى هنا فلسفة ما قبل سقراط وما جاء بعدها، ومن جهة أخرى السوفسطائية وسقراط وما جاء بعدهما، تصل إلى العصور الوسطى، ثم ندخل إلى عصر النهضة وإلى الفلسفة الحديثة، وبعد ذلك إلى الكومباريتيف فيلوسوفي أو كما كنا نقول قديما الفلسفة المعاصرة بأهم مذاهبها المعروفة كما ترى هنا. وهذا سيكون موضوع للمحاضرات القادمة. طيب، عندما تسمع الفلسفة في العصور الوسطى أو الميتافيزيقا في العصور الوسطى، فربما يعني هذا المصطلح شوه سمعته كثيرا في تاريخ الفكر بصفة عامة. فالعصور الوسطى نصفها في كثير من الأحيان ونقرأ أنها العصور المظلمة. المظلمة لماذا؟ لأن ربما الإنسانية كافة وخاصة في الغرب الأوروبي طبعا لم تحقق تقدم ملحوظ في العلوم والفنون وكذلك في الفكر الفلسفي الأصيل. نقول أيضا أنها مظلمة لأنها ارتبطت بالدين وأصبحت خادمة للدين ومفسرة لأكثر من كونها فكر أصيل وحر. نقول أيضا أنها عصور مظلمة لأن في هذه الفترة تخللتها الحروب والجهل والمجاعات والأوبئة. ربما نتذكر هذه الأيام ما نمر به مع كورونا فيروس، الموت الأسود أو الطاعون، والذي حصد أرواح كثيرة في ذلك الوقت. رغم كل هذا التشاؤم وكل هذا الاسم السيء الذي يتبع العصور المظلمة والوسطى، فبعض المؤرخين يرى أن ربما هذه
الصورة التي تقدم مبالغ فيها إلى حد كبير، بمعنى أنها لم تكن بهذا السوء وهذا الظلام. فبالطبع كانت ظهرت عقول مفكرة وأثرت بدورها على العصور اللاحقة عليها. على سبيل المثال، في المسيحية توما الإكويني، وفي اليهودية موسى بن ميمون، وفي الإسلام ابن رشد. نذكر على سبيل المثال لا الحصر، هؤلاء كانوا مؤثرين بالفعل على من جاء بعدهم، بصرف النظر إن كانوا يعني يحاولوا طيلة الوقت أن يوفقوا بين الكتاب المقدس من جهة وبين الفلسفة اليونانية، والتي كانوا يعني شديد الولع بها، وحاولوا أن يجدوا الحل ويثبتوا بطريقة أو بأخرى أن الدين لا يتعارض مع الفلسفة كفكر حر أصيل. طبعا هذا كان من الصعب، ويعني ربما وقعوا معظمهم في تناقضات وفي تنازلات بسبب هذا الهدف الذي بدأوا به تفلسفهم، إن يعني إن سمح لنا التعبير أن نصف هذه المحاولات بالفلسفة. طيب، إذا الميتافيزيقا في العصور الوسطى ارتبطت بشكل أساسي بالدين، وسمي هؤلاء المتفلسفين، إن شئت ضعهم بين ضع الكلمة بين أقواس، لاهوتيين. وكلمة لاهوت الحقيقة يعني برضو تأتي في مقابلة وفي تعارض مع كلمة فلاسفة. من أشهر هؤلاء كما ذكرنا ابن ميمون في اليهودية، موسى بن ميمون، وغسطين، إنسليم، لكويني، حكام من الجانب المسيحي، وابن سينا وابن رشد، وطبعا لا ننسى الفارابي من جانب المسلمين. الفلسفة في العصور الوسطى والميتافيزيقا، دعنا نرجع إلى مرجعنا ونتحدث عن الميتافيزيقا. ميتافيزيقا العصور الوسطى إذن جاءت في سياق ديني، ولكن لأن الميتافيزيقا والفلسفة تعكس عصرها، هي تلخص وتعكس عصرها، فلا نستطيع أن نتجاهل هؤلاء ولا نتحدث عن إسهاماتهم مع كل الملاحظات طبعا. إذن اللاهوت والفلسفة كان عنوان، تستطيع أن تضع عنوان لهذه المرحلة المظلمة إن شئت. وكما قلنا، هذا المصطلح اللاهوت بيقدم في العادة على أنه متناقض مع مصطلح الفلسفة. اللاهوتيون إذن كانوا يدخلون في جدال لإثبات دائما وجهة النظر التي تنحاز إلى الدين، في حين أن الفلاسفة والفلسفة يقدموا براهين وأسباب عقلية منطقية توضح. اللاهوتي لم يعتمد أبدا على الحجج، في حججه على المبادئ الأولى وعلى حساب المنطق في الغالب، لأننا سنجد أيضا حالات حاولت أن تفعل ذلك ووقعت في التناقض أيضا، ولكن اللاهوتي يدافع فقط وبشكل مستميت عن تفسيره للكتاب المقدس ضد منافسيه في أي وقت. طيب، طبعا لابد أن تطرح على نفسك سؤال، هل لابد أن نقبل هذه التفرقة الحادة والفصل الحاد، اللاهوتي من جهة والفيلسوف من جهة أخرى؟ هل نفضل دائما الفيلسوف ونتهم اللاهوتي بمعنى آخر للسؤال؟ الأكيد إن هؤلاء، أقصد من اشتغلوا باللاهوت، كانوا
في معظمهم بيبعدوا عن المعنى السطحي، كانوا بيحاولوا ذلك وأن يدخلوا إلى المفهوم من النص الديني على أسس عقلية. كانت هناك محاولات، يعني كل هؤلاء من ذكرتهم من مسيحيين ويهود ومسلمين حاولوا بالفعل الانتقال من المعنى الحرفي إلى المفهوم للنص الديني، ولا أعرف إن كانوا وفقوا في كل الحالات. طيب نضرب مثل، يعني على سبيل المثال الوحي يقدم الله سبحانه وتعالى كما لو كان له جسد، ولكن يمكن استبعاد ذلك عن طريق تقديم الحجج ضد هذا التجسيد. في نفس الوقت هؤلاء اللاهوتيون يعني في الحقيقة كانوا يبدأوا ويحاولوا أن تكون إلا في حالات يعني ضئيلة، أن يبدأوا ويكون في ذهنهم وفي خلفياتهم المعرفية دائما الأسس الفلسفية. فنجد أنهم في بعض الحالات قدموا تصورات تفصيلية حول قضايا فلسفية مهمة مثل الإرادة الحرة، المسؤولية الأخلاقية، وأيضا ناقشوا مفهوم اللاوجود. طيب عفوا، دعونا نلقي نظرة على الميتافيزيقا عند المسيحيين. طبعا نتحدث الآن في وقت يعني بعد اندثار أو الفلسفة اليونانية، أو بعد إن شئت ليس اندثارها لأنها لم تندثر أبدا، دائما كانت محرك وخلفية معرفية وفلسفية لكل من جاء بعدها من فلاسفة، ولكن دعنا نقول بعد أن يعني ضاءل ضوءها بعض الشيء بظهور المسيحية. تتذكروا أننا قلنا أن الفلسفة اليونانية امتدت من 6 قبل الميلاد، القرن السادس قبل الميلاد، إلى السادس بعد الميلاد، بمعنى مراحل ما قبل سقراط، ثم المرحلة الكلاسيكية، ثم مرحلة الهيلينستية الرومانية التي ربما امتدت كما قلنا في محاضرات السابقة إلى القرن السادس بعد الميلاد. بعد ذلك دخل العالم في يعني العالم الفلسفي والفكر الفلسفي إن شئت في حالة خمول بظهور المسيحية في القرن الأول. وفي القرون الأولى بعد المسيحية ظهر المدرسيين، ومن قاموا في المقام الأول استخدموا الفلسفة من أجل إثبات إن شئت وجود الله وتنزيهه، وقدموا الحجج على ذلك. هذا كان الشغل الشاغل لهم، ما نطلق عليهم اللاهوتيين. مهم جدا أن نعرف أن الفكر الميتافيزيقي والفلسفي في العصور الوسطى وبالتحديد يعني في أوروبا تنازع بين أو أثرت عليه قوتين أساسيتين. من جهة كانت النزعة الأفلاطونية المحدثة بقى، وإن شئت هي ممثلة كانت في يعني هي كانت إحياء كما يقول أفلاطين نفسه للمذهب الأفلاطوني الكلاسيكي. من جهة إذن كانت القوى المؤثرة، واحدة من القوى المؤثرة هي النزعة الأفلاطونية، من جهة أخرى كانت القوى الأرسطية مؤثرة بشكل كبير. وهناك أمثلة يعني تستطيع أن تقسم المدرسيين والمشتغلين بالفكر الميتافيزيقي في العصور الوسطى وفقا لهاتين القوتين إن شئت. فمن الناحية الأولى أقصد بنجده واضح مع القديس إنسليم، مع توما الإكويني، مع الرشدية
اللاتينية، بتجد أيضا يعني أمثلة كثير. يعني هذه فكرة عامة لابد أن تكون في ذهنك، أن هذه المرحلة الوسطى الميتافيزيقا في فلسفة العصور الوسطى بصفة عامة، وفي الميتافيزيقا عند المسيحيين الآن كما موضوعنا الذي نتحدث فيه هذه اللحظة، كانت يعني متأثرة إما بالأفلاطونية إما بالأرسطية من جهة أخرى. الميتافيزيقا بعد ظهور المسيحية كما قلنا يعني اقتصر عملها على فهم الخالق الله من جهة وإثبات وجوده من جهة أخرى، يعني هذا كان الشغل الشاغل له. ونهجت في ذلك نهجين مختلفين متأثرة بالأفلاطونية الجديدة دون الإقرار بذلك. أولا طريقة إيجابية وهي طريقة التفكير بالقياس بواسطة الانبثاق. دعونا نتحدث ما نتذكر ما قلناه عن أفلوطين في المحاضرة السابقة وعن الآن وكيف يفيض عنه أو ينبثق عنه تنو العقل، ومن النو كيف تنبثق النفس بسيخي، ومن بسيخي كيف انبثق العالم المادي وهو أصل الشرور. هذه هي الطريقة الإيجابية. الطريق الآخر هو طريق سلبي أو طريقة سلبية. هذا الطريق وهذا المنهج ينفي بقى المقارنة بين الأشياء الطبيعية وبين الله، يعتمد بدلا من ذلك على الوعي الباطني الحدس إن شئت كمصدر وحيد لمعرفة حقيقية. وهذا أيضا نتذكره مع أفلوطين، والذي يرصد لنا هو نفسه أنه يعني عاش هذه الحالة الحدس أو الوجد مرات في حياته. إذن هناك توحيد بين الله وبين الخير من جهة وبين الشر والمادة من جهة أخرى. يعني هذه كانت المحرك، هذه الأشياء كانت هي التي تحرك الميتافيزيقا في المسيحية، مسألة أن تثبت وجود الله وأن تحاول فهمه. وربما أكبر الممثلين عن هذا هو القديس أوغسطينوس، والذي يعني وهب حياته كلها لعرض لوضع نظام فلسفي يدعم الحقيقة والعقيدة المسيحية، مؤسسة كانت أيضا كما ذكرنا على الأفكار الأفلاطونية. الفكرة الرئيسية في ميتافيزيكا أوغسطين كانت لأنني أؤمن أستطيع أن أفهم. فكرة أن العقل البشري، العقل الإنساني بشكل عام والفلسفة بشكل خاص مفيدة فقط لأولئك الذين لديهم إيمان بالفعل بدأت مع أوغسطين. كان هناك تفريق وكان هناك دعوة من بعض المفكرين المسيحيين بأن المواطن العادي لا يجب أن ينشغل بتلك الأمور بالميتافيزيقا، ولكن الميتافيزيقا بوصفها يعني عمل معقد ومركب لابد وتنشغل بدراسة أشياء معقدة كالوجود وحقيقة الوجود، هي لابد أن تكون من عمل الصفوة من عمل المثقفين فقط. فربما تستطيع أن تقول أنه بالفعل أوغسطين كان هو الذي بدأ هذا التقليد في فصل إن شئت الانشغال بالأمور الميتافيزيقية وقصرها على ما
من يملك أدوات ذلك، وبالنسبة إلى المؤمن البسيط عليه أن يؤمن فقط، ليس هناك، ليس شرط أن يعقل، فقط يؤمن. رفض أغسطين ببساطة الانتقادات المعرفية التي يعني كان تعرض فعلا لانتقادات كثيرة جدا بسبب وجهة النظر هذه، ولكنه رفضها بمنتهى البساطة ولم يعبأ بها. وكان رده الشهير: حتى لو كان صح أنني مخطئ في كل شيء، تبقى حقيقة واحدة لا مفر منها، إذا كنت مخطئا فأنا موجود. وبالطبع هذه العبارة يعني مثيرة للاهتمام، لأنها على الفور تذكرنا بما جاء به ديكارت لاحقا ليثبت المعرفة بعبارته الشهيرة كوجيتو ايرجو سوم، أو جو بونس الوغ جو سوي، أنا أفكر إذا أنا موجود. ربما كانت الشرارة الأولى لهذه الفكرة الديكارتية، هناك أبحاث كثيرة في ذلك، كان يعني أصلها عبارة أغسطين، القديس أغسطين الشهيرة: إذا كنت مخطئا، حتى لو أنا مخطئ فأنا موجود. بالتعبير الديكارتي يمكن أن نقولها: أنا مخطئ إذا أنا موجود. شخصية أخرى هامة جدا لها بصمتها على الميتافيزيقا المسيحية في القرن التاسع هي شخصية جون سكوت أرجينوش، وهو أيضا يعني من أعلام، وفي القرن التاسع هو من بدأ ربما أن يضع الفلسفة بشكل أكبر، التفكير الفلسفي الأصيل الميتافيزيقي الخالص، في محاولته أيضا لإثبات نفس القضية، إثبات وجود الإله وهكذا. ولذلك تلقى يعني وجهة نظره لم تلقى قبول على الإطلاق من الكنيسة الكاثوليكية. مع إرجينيوس الوجود ينقسم إلى 4 طبائع: الأولى تخلق، لم تخلق بل هي خالقة، الثانية مخلوقة وخالقة، الثالثة مخلوقة وليست خالقة، والأخيرة الرابعة هي غير مخلوقة وغير خالقة. بالطبع هي وجهة نظر يعني صدمت الكنيسة الكاثوليكية. لا نستطيع في هذا العرض للميتافيزيقا المسيحية أن ننسى أنسلم، وما قوله الشهير والذي أثر بشكل كبير وأثار جانب كبير من المعارضة بعديه، عندما قال أن الموجود الذي لا يمكن تصور شيء أعظم منه، هنا في العقل فقط، إذا كنت يعني تتصور شيء ليس هناك من هو أعظم منه، لا يمكن أن يوجد في العقل وحده. هذا الشيء الذي تتصوره بأنه ليس هناك ما هو أعظم منه، لا يمكن أن يوجد في عقلك فقط، وحتى إذا كان موجود في عقلك فقط، فمن الممكن أن تتصور أنه يعني موجود وله وجود في الواقع أيضا. طبعا يعني وجهة النظر هذه كانت صادمة للغاية، وأثارت هذه الحجة اللي هو استخدمها طبعا لإثبات وجود الله اعتراضات كثيرة جدا وجدال حولها، وربما لخ يعني هناك قراءات كثيرة تستطيعون أن تقوموا بها لتعرفوا ذلك. ولكن يعني في النهاية أقول لكم أن معظم الاعتراضات تمركزت حول تصوره أنسلم أقصد، ومفهومه نفسه عن الكمال.
رغم كل الاعتراضات استمرت أفكاره الميتافيزيقية التي طبعا تدور في فرق ميتافيزيقا أغسطين ومتأثرة بشكل كبير بها كما لاحظنا، ظلت إذن ميتافيزيقا أنسلم مؤثرة قرنا من الزمان بعده، يعني لم يتجاوزها الباحثين في الميتافيزيقا لقرن من الزمان. طيب دعونا نلقي نظرة أيضا سريعة على الميتافيزيقا عند المسلمين. العلماء المسلمين في الحقيقة يعني بدأوا في استعادة تقاليد الفلسفة اليونانية وبالأخص أعمال أرسطو وترجمتها من اليونانية إلى العربية. طبعا يعني هنا لا ننسى أن نذكر دور العرب والمسلمين في نقل الحضارة اليونانية إلى الغرب. تستطيع أن تقول يعني بترجمة النصوص اليونانية إلى اللغة العربية ثم إعادة ترجمتها من العربية إلى اللاتينية وإيصالها إلى الغرب، كان العرب والمسلمين بمثابة طريق جانبي لنقل الفكر اليوناني اللي هو غربي في الأساس إلى الغرب مرة أخرى. يعني هذا لابد من ذكره، والغرب نفسه يعترف بذلك. طبعا يعني هنا لا نستطيع أن ننكر أن كان هناك أيضا من حاول تقييد دور العقل، وبالرغم من ذلك كان يستخدم أسلحة فلسفية، وهنا أتحدث عن الغزالي. فعلى طرف النقيض من ابن سينا وابن رشد على سبيل المثال والفارابي، كتب الغزالي أطروحاته الشهيرة تهافت الفلاسفة، يستخدم فيها المنطق المستمد من التراث الفلسفي، ويرصد في نفس الوقت في هذا العمل الشهير تناقضات الفلاسفة في محاولة من لهز الثقة إن شئت في قوة العقل الإنساني، والهدف أيضا كان من وراء ذلك الدعوة إلى الاعتماد على الإيمان غير المفهوم، وأنه أفضل 1000 مرة أن تؤمن دون فهم بدلا من أن تقع في الشرك والضلال على حد تعبيره. طيب من جهة أخرى بنجد طبعا لا نستطيع أن ننسى ولا نذكر ابن سينا، وأن أعماله كانت مؤسسة على التراث اليوناني، وأنها في نفس الوقت كانت شديدة التأثير بعد ذلك على مفكرين العصور الوسطى. فنجد يعني لاهوتيين مثل الإكويني على سبيل المثال بينشغل بتحليل دقيق لحجج ابن سينا، بيقبل جزء كبير منها المتعلق بشرح النصوص اليونانية وخاصة الأرسطية، ومن جهة أخرى بنجده بيوجه سهام النقد لجوانب أخرى من ميتافيزيقا ابن سينا. طيب ابن رشد بقى، ميتافيزيقا ابن رشد طبعا بدأ يعني عمله وانشغاله بهذا الحقل ردا على شكوى الخليفة حول غموض كتابات أرسطو، فكرس ابن رشد الكثير من جهوده العلمية لسلسلة من التعليقات والشروح على أرسطو. معروف طبعا أن لم يبقى الكثير من أعماله على قيد الحياة باللغة العربية، ولكن فقط في الترجمة اللاتينية والعبرية بنستطيع أن نطلع عليها. وشأن العظماء كما تعرفون من دراساتكم للفلسفة الإسلامية يعني هو شخصية مثيرة للجدل، ونفي وحرقت أعماله الفلسفية، شأنه شأن يعني كثير من العظماء. طيب دعونا نتوقف هنا عند 3 وجهات نظر
في الميتافيزيقا وضعها ابن رشد، وخالف بها التيار المعروف والسائد في عصره. أولا، أكد ابن رشد أن كل من الفلسفة والقرآن يشيران إلى الاستنتاج القائل بيعد بيك، يعني إلى استنتاج بأن العالم كان موجودا دائما بشكل أو بآخر. وعلى الرغم من أن الله قد شكل طبيعة المخلوقات، فإن العالم المادي نفسه كان موجودا دائما. هنا يعني الحقيقة وجهة نظر غاية في الخطورة مقارنة بعصر ابن رشد. هنا يقول لنا أن العالم قديم، على حين الأديان السماوية جميعها تؤكد أن العالم مخلوق. طيب، هذه وجهة النظر الأولى الصادمة. وجهة النظر الثانية التي أكد فيها أنه على الرغم من أن أرواحنا تنجو من الموت، فإن أجسادنا لا ولن تقوم من جديد. ويمكن بعث، يعني أن يبعث الإنسان على هيئته وبجسد، وهي التي المستقر عليها في الإسلام. ينكر أيضا أن نأخذ حرفيا نصوص القرآن حول الجد، يعني أيضا وجهة نظر صادمة جدا. وهنا يعني يهز عقائد راسخة في عقيدة وفي قلوب المؤمنين وقتها. طيب، ثالثا، وجهة نظره الثالثة والصادمة أنه نفى أن يمتلك كل إنسان عقله الخاص به. وبدلا من ذلك، اعتقد ابن رشد أن العقل هو شيء منفصل تماما، وهو شيء فريد وغير مادي، يمكننا أن نصل إليه فقط عندما نفكر، وأن العقل مشترك بين الجميع. طبعا أيضا وجهة نظر خطيرة جدا وصادمة. كانت طبعا وجهات النظر هذه التي أشرت إليكم إلى أهمها، مع تفسيراته أيضا لأرسطو والتي كانت تتمتع بحرية شديدة، مثيرة جدا للجدل، خاصة أنها تتعارض مع التعاليم الأساسية للمسيحية. هنا أقصد للإسلام، أسفة، الأساسية وللمسيحية أيضا إن شئت، ولكن هنا يعني الكلمة هنا كان لابد أن تكون مع التعاليم الأساسية للإسلام. كان على توما الإكويني باعتباره يعني سيد اللاهوت عصرها في عصره. طبعا توما الإكويني والقديس الإكويني الشهير الذي عاش بين آخر القرن الثاني عشر والثالث عشر ومنتصف الأول من الثالث عشر، هو يعني تعرض وواجه وجهة نظر ابن رشد الصادمة دي للمسيحية أيضا، للتعليم المسيحية، وكان عليه أن يتعامل مع ظاهرة انتشاره، لأن هذه الأفكار كانت منتشرة وعلى نطاق واسع جدا ومتداولة بين أساتذة الفلسفة في هذا العصر، وكان هناك مدافعين أيضا عن تلك الآراء المثيرة للجدل يعني منذ قرن في إسبانيا المسلمة. يعني عندما جاء الإكويني كانت هذه الآراء مستمرة ومتداولة لمدة قرن من الزمان. طيب، بالرغم من ذلك، يعني أن المفكرين المسلمين في العصر السريع، فما وما قلنا لابن سينا وابن رشد، ولم نذكر ربما الفارابي على أهميته، بالرغم من أن المفكرين المسلمين إذا كانوا سبب في وجود اتجاه جدلي مع معاصريهم اللاهوتيين المسيحيين على سبيل المثال، فإن الحجج الميتافيزيقية التي قدموها للأسف كانت مرتبطة بمسألة قبول الخصم لها. وهنا ربما يعني شيء يحسب ضدهم، فكان هناك ميل تلاحظه يعني عند قراءة
أعمال هؤلاء على أهميتهم ودورهم المؤثر بعد ذلك، فتستطيع أن تلاحظ ميل هؤلاء، يعني أقصد المفكرين المسلمين، للإجابة على الأسئلة بصيغة كان يعني همهم الشاغل وشغلهم الشاغل هو أن تكون الإجابة تضمن في نفس الوقت قبولها، أن تضمن لهم أن تكون مقبولة من جميع الأطراف، بدلا من الخوض في عمق فلسفي حقيقي للعثور على نظريات فلسفية حقيقية. وحقيقة أن بعض النصوص الفلسفية للمسلمين كانت ذات فائدة محدودة للقراءة الفلسفية، لأن دي حقيقة لا نستطيع أن نغفلها، لابد أن نقرأ أيضا ماذا يقول الغرب عن هذه الكتابات. يعني ربما نملأ المكتبات والقاعات والمؤتمرات ونتحدث فقط عن عظمة هؤلاء، ولكن يعني من الموضوعية ومن العلم أن نرى النقد الذي وجه لهؤلاء أيضا، فرأى البعض أنها كانت يعني ذات فائدة محدودة للقراءة الفلسفية. إذا كان عندك أرسطو النص اليوناني واللاتيني لتقرأه، فما فائدة يعني ربما تكتسب بعض الفهم بشروح ابن رشد وابن سينا وهكذا، ولكن أيضا لا تنسى أن ربما قد قام هؤلاء بشيء من التشويه للنص الأساسي لأرسطو على سبيل المثال، فيعني في المحاولة الدائبة لروح هذا العصر الوسيط للتوفيق التلفيق بين الدين والفلسفة، ربما وقعت مننا أشياء كثيرة أو لم تصل إلينا بالأحرى أشياء كثيرة في صورتها الأصلية. طيب، ربما اتهام يعني أنها فائدة محدودة ده يعني، أو أنها صارت عادة على أساس التفسير الكتابي فقط بدلا من الحجة العقلانية، شأنها شأن معظم الكتابات الفلسفية في العصور الوسطى، ربما لهذه الأسباب ولأسباب أخرى، كل هذا جعلها ربما محبطة للفيلسوف في كثير من الأحيان. ربما كان يتوقع الفيلسوف أن يرى وجهات نظر مختلفة عن تلك التي عرضت من خلال الميتافيزيقا، يعني المسيحية والإسلامية وحتى اليهودية. فإذا كان الهدف دائما هو خدمة الدين، هو إثبات وجود الله، هو يعني الأشياء دائما تدور في فلك الكتاب المقدس، فالأكيد أن الجزء الفلسفي كان يعني مقيد وكان ضئيل إلى حد كبير. طيب، طبعا لكويني كما قلت لكم عندما جاء كان، أو عندما أقول جاء كان، هو تعرفون أنه كان أستاذ في جامعة باريس، ثم عاد مرة أخرى إلى بلدته ليتولى الأمور اللاهوتية، وكان من كبار اللاهوتيين في عصره. فعندما عاد ووجد آراء ابن رشد الميتافيزيقية، قدم وجهة نظره والتي تجد طبعا مخالفة ومعارضة لآراء ابن رشد الميتافيزيقية الصادمة اللي عرضناهم، يعني وجهات النظر الثلاثة السابقة عرضها. فماذا فعل؟ أكد الإكويني أن العالم مخلوق ولم يكن موجودا دائما. هنا بينفي ما ترك ابن رشد أن يفهم بأن العالم قديم. ثم قال الإكويني وأكد أن الأجسام التي نمتلكها الآن ستبعث كما هي في الحياة القادمة، ردا أيضا على حجة ابن رشد في أن الأرواح نعم ستعود، ولكن الجسد لن يعود كما كان، لن يبعث إن شئت.
مرة ثالثة جادل الإكويني وقال أن كل إنسان يمتلك عقل خاص به، وأن الإنسان يتميز بمصيره الفردي، ردا أيضا على ما زعمه ابن رشد بأن ليس لكل إنسان عقله الخاص. طيب، إذا يعني الحقيقة كما قلنا، ما عليه نقول ما له، أقصد ابن رشد، ترسخت أفكاره في جو ثقافي مختلف عن العالم الإسلامي شمال إسبانيا، بين قراء لاتينيين ومسيحيين، والذين شاركوا رؤيته الميتافيزيقية القائمة على التفكير الفلسفي المستوحى من أرسطو. فهنا يعني يجب أن نعرف، نعم، ابن رشد حاول التوفيق والتلفيق، ولكن ربما هو يعني من أفضل من فعل هذا في العصور الوسطى، فتلمح في يعني جوانب مؤلفاته التفكير الفلسفي الخالص المستوحى من أرسطو. طبعا لم يكن خالص بصفة عامة، لأنه في كثير من الأحيان تراجع عن مواقفه خوفا من الحياة يعني، والجو العام المؤثر، حتى قلت لكم أنه في النهاية نفي وحرقت جميع مؤلفاته. طيب، دعونا هنا أيضا نرى شيء من نموذج سريع لموسى ابن ميمون، وهو أشهر ربما ميتافيزيقيين العصور الوسطى من اليهود، وبكتابه الشهير دليل الحائرين حاول أن يثبت أن المذهب الذي ربما أسسه أوغسطين واستمر في لاهوتين المسيحيين أيضا، وهو أن عليك أن تؤمن، وأن المسائل الميتافيزيقية ليست من شأن العامة، ليست من شأن العامة، ولكن أنها تتطلب أدوات محددة ومعارف، ومن الأفضل أن تؤمن بدل من أن يعني تبحث وتقع في ضلال وشرك، يعني كما قال لنا الغزالي ربما. طيب، ربما هنا نحن مرة أخرى نعود للميتافيزيقا المسيحية في الترتيب الزمني إن شئت بعد ابن رشد، ونريد أن نلقي الضوء هنا ونركز ولو بشكل سريع على هذا اللاهوتي الشهير السابق ذكره، توما الإكويني، وهو من أعظم الكتاب المدرسيين كما ذكرنا. الإكويني استخدم الفلسفة القديمة لإثبات الافتراضات الدينية أيضا، سار على نهج سابقيه، واستخدم الأشكال التي استخدمها أرسطو وأفلاطون أيضا لإثبات نفس السؤال الفلسفي، ولكن هذه المرة يعني كان موجه لصالح المسيحية، وهذا السؤال هو: هل الله موجود بالفعل؟ وفقا للإكويني، طبعا الميتافيزيقا كما اسماها أرسطو، لا أعرف إن كنا ذكرنا ذلك في المحاورة في المحاضرة الخاصة بتأسيس الميتافيزيقا عند اليونان، أقصد أن قلنا أن أرسطو لم يستخدم، طبعا هذا قلناه، لم يستخدم مصطلح ميتافيزيقا أبدا، ولكن كان يسمي هذه الموضوعات التي تتعلق فيما وراء الطبيعة ببروتي فيلوسوفيا أو الفلسفة الأولى، هكذا اسماها أرسطو، وقال أنها أسمى وأرقى درجات الفلسفة، يقصد هنا الميتافيزيقا كما نسميها الآن. توما الإكويني يعني كان شديد التطابق مع أرسطو إلى درجة أنه سمى الميتافيزيقا ببريما فيلوسوفيا،
نفس المسمى، وهي بروتوفلسوفية باليوناني أو الفلسفة الأولى كما نقول بالعربي. وشرح لماذا يسميها بريما فلسوفيا، لأنها أولا تبحث في الأسباب الأولى لذلك الذي يأتي أولا في الترتيب الوجودي، ويقصد الوجود. إذن هي بريما فلسوفيا لأنها تبحث في الوجود أولا، وثانيا هي بريما فلسوفيا لأنها الأساس الذي تعتمد عليه العلوم الأخرى للبحث في المبادئ الخاصة بها بقى، يعني الجزء الخاص بكل العلوم والذي يدرس المبادئ الأولى هو من عمل الميتافيزيقا. لهذين السببين الميتافيزيقا كانت عند توما الإكويني هي بريما فلسوفيا، بريما الأولى. تقوم الميتافيزيقا عند الإكويني على مبدأين أساسيين ودارت عليهم معظم كتاباته الشهيرة، سوما سيوليا. وهذين المبدأين هما الجوهر والوجود، والعلاقة بين الجوهر والوجود هي مفتاح الميتافيزيقا عند الإكوين. يعني ربما كل مؤلفاته دارت، حاولت بالذات المؤلفات التي يعني تتعلق بالسيولوجيا أو باللاهوتية، كانت تبحث بين العلاقة بين الوجود والجو. إحدى الطرق للقيام بذلك هي أن نسأل أنفسنا كما يقول هو نفسه، ما الذي يجعل ما يجب أن يكون هكذا، أو ما هو هكذا، ما هو جوهر الجوهر؟ ربما تبدو هذه الأسئلة غريبة بالتأكيد، ولكنها هي تلك الأسئلة التي طرحها الإكويني بطريقته الخاصة. الجوهر عنده هو قدرة معينة على الوجود. الجواهر المتعددة أو المختلفة عند الإكويني هي الإنعكاسات الجزئية للوجود الواحد. ويضرب لنا مثل، مثل الألوان المختلفة لقوس قزح تكون انعكاسات جزئية لأشعة الشمس. طيب، ربما هذا المثال السابق القوس قزح يمثل قلب الميتافيزيقا عند الإكوين في درس واحد بسيط جدا، ولكن بساطته تأتي في عمقها. تحتاج إذن إلى اختراق ذلك العمق من خلال التأمل في العلاقة بين الجوهر والوجود إذا أردت كشف المعنى المختبئ عند الإكوين. في مواضع كثيرة بيتجاوز الإكوين الميتافيزيقا الأرسطية لحساب المسيحية، ويفترض الوجود الذي بموجبه يكون الفعل حقيقة. كيف؟ عند الإكويني بيتحد وجود الله وجوهره ويرى ذلك. على العكس الجوهر يختلف عن الوجود، على عكس ذلك الجوهر بيختلف عن الوجود في كل الكائنات الفردية الأخرى بما في ذلك الإنسان. هنا مهم جدا أن أؤكد مرة أخرى، ربما قلت ذلك في المحاضرات السابقة، أن أرسطو نفسه لم يقل بإله. أرسطو تحدث عن بروتو كينون أكينيتون، المحرك الأول الذي لا يتحرك، مجرد آلة وضعها في نهاية نظامه الفيزيقي ليفسر وفقا له الحركة في الكون. هذا البروتوكينون أكينتون الذي أسمع بعد ذلك المفكرين المسيحيين والمسلمين واليهود وطابقوا بينه وبين الخالق وبين الإله، لا يمت بصلة لأي تصور عندنا عن الألوهية. هذا المحرك الأول بمنتهى البساطة ليس له أي علاقة
ببقية بالكون. ليس هناك أي حديث عن عناية من جانبه للكون، هو يحرك الكون فقط وهو نفسه لا يتحرك، يعني مجرد آلة. وهنا ربما أعظم الأمثلة كيف يعني ربطت ميتافيزيقا العصور الوسطى وشوهت إنشاء النص اليوناني الأصلي، وكل هذا في خدمة الهدف الرئيس لهم وهو تفسير الدين وجعله وأن تجعله مفهوما للمؤمنين. طيب، توما الإكويني أيضا بيعتقد أن هناك ما لا يقل عن 3 طرق يعزز بعضها البعض لإيجاد حقائق عن الله فلسفيا. هنا يحاول أيضا مستميت أن يثبت ويؤكد وجود الله ميتافيزيقيا عن طريق الفلسفة. هنا يستخدم الفلسفة لخدمة الدين ميتافيزيقيا أيضا. هذه الطرق وفقا للإكويني: طريقة السببية، العلة والمعلول يعني، طريقة النفي، وطريقة الجمال الكمال. يقدم الإكويني حجج لوجود الله شهيرة تعرف بالطرق الخمسة لإثبات وجود الخالق أو الله. لا تحاول حجج الإكوين الميتافيزيقية أن تظهر أن الله هو المحرك الأول والسبب الفعال الأول وما إلى ذلك بالبعد الزمني الذي استخدمه أرسطو، خلي بالك، ولكنه اتبع في إثباتاته هذه وفي حججه على البعد الأونتولوجي، بمعنى أن الإكويني أكد في أكثر من موضع أن جميع الموجودات تعتمد في وجودها على وجود الله في كل لحظة. ولا يعتقد الإكويني على الإطلاق أننا نستطيع الحديث عن وجود الله بالمعنى الزمني، لأن الله موجود خارج الزمان. وهنا ربما بعض الاختلاف، هنا يختلف مع أرسطو. هل الميتافيزيقا في الأخير، دعوني أسألكم بعد هذا العرض يعني السريع، وأعتقد أن هناك كثير من القراءات لابد أن تقوموا بها، لمال أي ثغرات أحسستم بها بعد هذا العرض، لابد أن تقرأ في يعني هذا الميتافيزيقا في العصور الوسطى، تمثل الفلسفة كلها في العصور الوسطى، فكيف كان الفكر، كيف كان كانت الميتافيزيقا في هذه العصور التي أسميناها مظلمة، كيف كانت، ما هي الاختلافات بين الميتافيزيقا المسيحية من جهة والإسلامية من جهة أخرى واليهودية من جهة ثالثة، هل يشتركوا جميعا في شيء ما أم أن هناك اختلافات جذرية؟ ما هي وجهة نظرك في كل هذا؟ في النهاية أضع هذا السؤال بين يديكم أيضا: هل الميتافيزيقا في العصور الوسطى اليهودية أو المسيحية أو العربية لم تكن مهمة؟ بمعنى آخر، هل لها أي أوجه إيجابية لمحتها؟ أتمنى أن أتلقى منكم إجابات على هذه الأسئلة، يعني تبعث فيها الأمل أنكم تشاركوني و تتابعون معي كل هذا. حتى نلتقي مرة أخرى، أستودعكم الله وإلى اللقاء.